صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 50 لسنة 2024 بتعيين مدير في وزارة الداخلية وذلك بناء على عرض وزير الداخلية جاء فيه المادة الأولى تعين الرائد زين عبد الله عيسى الشوملي مديرا بوزارة الداخلية الماده الثانيه يتولى وزير الداخليه تسكين المدير المذكور في الماده الاولى من هذا القرار في احدى الادارات الشاغره بوزاره الداخليه وفق مهام ومسؤوليات كل اداره والاشتراطات اللازمه في من يشغلها وبمراعاه مؤهلاته وخبراته